هذا الجهاز خاص لأشغال البناء، هذا الجهاز خاص لأشغال البناء غير مخصص لتحضير المواد الغذائية. فراش النوم داخل قاعة تحضير العجين الخاص بمنتوج الزلابية. فراش النوم داخل فراش النوم داخل قاعة تحضير عجين الزلابية. تقبل نحط لك هذه الكوزينه تاعكم في الدار هنا هنا ترى معك تقبل اسكو تقبل حتى راحتك سؤال اسكو راك قابل هذه ننفذها من الكوزينه تاعكم في الدار انت ليك لنفسك لداركم تديها الكوزينه تاعكم ما قبلتهاش بصح للمشتريه للمستهلكين معليش نحضروا لهم في شروط الاضافه كيما هذو نورمال عادي قول شوف شوف الصورة تاعك كيفاش راهو شوف الحيط تاعك كيفاش راهو شوف مين يخدموا في الليل ولا ما يخدموش في الليل يا اخي كل حاجة تتنظف كاين لي مويان تاع تنقية تنظف المحل تاعك فهمت هاي كراجة مكسرة خليناها السور موسى خليناه بلافو يسيل خليناه الباب هذاك راهو مسجل خليناه وراه المحل هذا وراه أين هو المحل تاعك وراه مانيش نشوف فيه هنا كاين محل عجينة تاع البارح راهي هنا واش يدير معليش معليش خونا هذا البيدون شنو يدير هنا خليه هنا نزيد علاه يا اخي يا اخي راك مسؤول على المحل تاعك ما تقوليش نساه راح دوك يجي ما ولاش انت راك مسؤول على المحل راك فاهم راك داخل المحل راك مسؤول على المحل هذا يا وشنو يدير هنا شنو يدير هنا فهمني جاوبني من البارح هو قاعد هنا وشنو يدير هنا شوف اخزر شو الحاله اللي راه فيها اخزر انت عندك منتوج غذائي هنا راك تراك تخدم فيه عندك برديوري موتر ولا لا عندك منتوج غذائي راك تخدم فيه ولا لا وهذاك المنتوج الغذائي صالح هذا كاع واش يديروا له يلوثوه يتخسر يولي غير صالح للاستهلاك راك معايا اخونا ربينا البيدون هذا شوف لاطا طاولة هذه فاش تستعملها الاخ فاش تستعملها طاولة هذه بصح نقيها بصح نقيها شوف الحالة كي اللي راهي شوف اخزر اخزر بصح خويا انتبه انا راك تقول لي بيدون راه قاعد من البارح لهنا لعندك انتبه خونا معليش فرغت لاباط اللي كانت فيه منا رفد البيدون ارميه ما تخليليش البيدون هنايا خاطر القانون يمنع عليك ما من الحيازة تكون تحوز عليك إيش حاجة راهي عندك في الحانوت راك مسؤول عليها ما تقوليش ما على باليش وما شفتش راك مسؤول قانونيا أمام على الصوالح هذو متفاهمين الأخ راهي عندك عدة ملاحظات
وماش في صالحك. شو اخزر حاجه اعطيني من الخميس جيت كلش بدركم. الاخ تقوم بعمل تحضير هنا ولا الداخل؟ هنا. نعودها لك ثاني مره. راك سير في هذه المتر كاري تبريباري هنايا. هنا نجيبوا الواجد. كيفاش واجد؟ ما فهمتش. تيتي هنا هنا نضربهم. شكون القانون؟ القانون يا اخي القانون ما يسمح لكش باش تحضر المادة الجلابيه هنايا في مساحه كيما هذه. ما عندكش الحق. هاني نسمع هاني نسمع. احنا عاجين نعجنوا هنا في الطوره في الكوشه. وانا كيفاش معليش صح معليش كيفاش انا نحاسبك على حاجه انت ماش في المحل تاعك؟ المحل تاعك راك تقول بلي راهو هنا. معليش خليني نكمل خونا خليني نكمل معاك. انت راك تقول بلي هذا هو المحل تاعك ياك؟ صح. المحل تاعك راهو ديري ميتي باين يبدا هنا ويخلص هنا هذه هي. وانت راك تقول لي اروح معايا نديك الجهه واحد اخرى وين راني نحضر. لا وين ناجي. كيفاش نحاسبك على التحضير تاعك وماكش ديروا في الحل تاعك؟ كيف انا توجد المنتج بس عم ممنوع عليك خويا يمنعك القانون تحضير المنتوج تاعك يدار على مستوى المحل تاعك. باش انت المحل تاعك هنايا وانت تعجل في جهه اخرى ولا تبريباري في جهه اخرى. باش كي نجي نحاسبك انا على شروط النظافه وشروط التحضير ونشوف شروط الحفظ نشوف بعيني على مستوى المحل. ماشي تديني للجهه واحده اخرى وتقولي اروح معايا نروح وين نجي معك؟ تحضر على مستوى المحل تاعك متفاهمين؟ هذا التصرف تحبسه من اليوم اخر مره اليوم يمنعك القانون. القانون يمنعك هذا التصرف لك تتصرف فيه. فهمتني؟ وراهي الحاله واش نقول لك راهي كارثه عندك. بغض النظر على انه المساحه تاع المحل ما تسمح لكش بهذا النشاط. انت راك تمارس النشاط هذا بطاقه غير شرعيه كاع. راك فهمني الاخ؟ بين انه مغلق تماما لا يسمح لنا بمراقبة بقية المحل، فإن التاجر يستعمل حيلة التستر على المحل الأصلي، وفي هذا الحال لا نستطيع مواصلة العمل الرقابي الخاص بهذا المحل. تهيئة المحل ما كاش المحل في حد ذاته ماهوش محل. فهمت؟ عدم إشهار الأسعار للمنتوجات الزلابية موضوع على البيع. موضوع على البيع أنا ما أديش الأزواج.